مع موجة التطبيع الأخيرة انقسمت المواقف العربية إلى ثلاث مواقف، إلى ثلاث أقسام. دول يعني اعتبرت نفسها غير معنية أبدا بما يجري في غزة، بل أوعزت إلى مواطنيها يعني أخذ الحيطة والحذر والاستجابة إلى الرسائل والتوجيهات التي تصدرها السلطات الإسرائيلية. وكان المسألة يعني في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية، وكأننا لسنا عرب. الموقف الثاني كان هناك مواقف تقليدية لدول عربية يعني كالكويت ولبنان والعراق وتونس والجزائر. والموقف الثالث هو موقف على سبيل المثال يعني موقف المصري، هو لم يندد ولم يستنكر، بل اكتفى بأن هناك جهود مصرية مبذولة لحقن الدماء الفلسطينية ولتثبيت الاستقرار. لكن إذا أردنا أن نضع علامة كمعدل لهذه المواقف، حقيقة كلها لا تتعدى 3 من 10 أو 4 من 10.